والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم اخوتي اخواتي على قناتكم قناتكم قناة وقاناد بي بوجي تي في ندخلو دير زادكم من جديد قبل دري في هاد الفيديو شوف الدراري قبل الطريقة التاريخ اليوم قبل نبداو في الشرح هذا اليوم اخواتي اخواتي هذا واحد الدري هذا اليوم اخواتي. ما عرفتوش واش بغا يطلع عليا ولا بغي. يدير لي الآلة المهم انا ما عرفتش المهم هو قال لي اخي زهير راه قدا كتهضر بواحد الزربة بزاف ماكسيمو راه كتهضر عاد شحال من كلمه كتخرج واحد نقولوا في واحد الظرف قصير قال لي كننصحك بواحد الحاجه قلت له انصحني يا صاحبي قلت صافي هو كيقول لي شي حاجه غنديروها في هذا اللاب العاجي مع الموضوع ديال اللاب العاجي ولكن هو طيح عليا الجبل نهدم الجبل عندنا غنطلبوا كيفاش هذا الشيء هذا واش هكا مي ما غادي قال لي قال سي تقدر دير الراب كيفاش هذا الراب واش نغنيو على فري فاير زعما ما واش هذا الراب ولا القناه راه مختصه فري فاير من الراب بازار قال لي قال لا دابا انت عبد الراب علاش قلت له علاش انا دابا ما ندير الراب وانا ماشيين مع اللاب العجيب عندنا يعني العشره ديالنا كي دي كتعرف حنا ماشيين كنقاتلو مع الوقت قال لك انت كتهضر بواحد الخفه بزاف وكتخرج بزاف ديال الكلمات في واحد الوقت اللي قليل وكاين بزاف ديال الاشخاص اللي ما فيهمش هادشي هذا كاين اللي ما كيقدرش يخرج هي في التنفس دابا ياخد الهضر بزاف بزاف خاصو يتنفس انضم الى القتال وده كون الاسطوره انضم الى القتال كون الاسطوره وشوف اخوتي المهم اخوتي انا ملي قال لي هذا البلان قلت له كيفاش دابا زعما شني قال لي زعما انا بغيتي دير هذا الشيء هذا كنصحك به زعما انا دابا راه في عندي شي كلمات كنعرف شنو نقول قلت <applause> له شنو نقول قلت في له فيك ولا شنو نقول اخي ما عندي ما نقول والو ديول البلان كيفاش اسطوره ما كتعرفوا علاش علاش باش نقعد في الرابش باش تغنيش باش داك الشيء خصو خصو عرفتي ولا خصك ماتريال وخصك عواليج وخصك واخا تكون انت عندك ديك الشيء ولا انا عندي هذا الشيء ولا اخر يقدر يهضر بزاف ديال الكلمات في نفس الوقت فهمتي البلاك مفهومين وفي نفس الوقت خاص ماتريان يعني صاحبي قال لك السيف هذا الاخر بقى بقاوش الماتريال غالي عاد كما كتشوفوا ما كاين لا كبول شي كوشي صباح كيغني كتدخل للطونغو الزبر ما كاين لك المغني جديد بان واي طوب عاود بقى شي سيمانه بان واحد جديد عا بيسي قوي هيدا وشي مايك وشي بروكلام اللي كاين يصفي الصيد ويراقب المسائل ها انت رابور شي بيانو بلا العاجب كان فهم اه الدراري بلاتي بلاتي والله العظيم اخوتي نسيت بقيت كنعاود لكم هاد القصه تخيل انا نسانا في العالم العاجب المهم اخوتي اخواتي سابق لي كنت كلمتكم على واحد 500 جوهر هاد 500 جوهر كما كتشوفوا كاين هنا في المرتبه رقم جوج وتخلي الشيك انا في هادي اخوتي ما كرهتكمش حتى نتوما تجربوا هاد العرض كاين في, في السيرفور الاوروبي وفي السيرفور الامريكي الدراري اللي بغا يجرب هاد العرض مع كرات يا اخوتي بعد انا كنت اذا كنت هوت في واحد الفيديو كنت ديرنا فيديو الدراري اللي شاف ديك الفيديو هذا وشاف هذا العرض ومشى خدمه وجرب وقلنا في الكومونتير واش شغال ولا ماشي شغال اسطوره المهم الكومونتير راه ما تما لتحت قولوا لنا ما تنساوش الا كنتوا لي اول مره كتشاهدوا القناه ما كرهتكمش تشتركوا معنا وتفعلوا معكم ديك الخاصيه ديال الجرس وتوصلوا كل ما هو جديد قناه بي وشكرا لكاع الناس اللي ديما كتدعمنا وشكرا لكاع الناس اللي ديما كتبعنا شكرا لكم بزاف بزاف دونك لازم ديال الدراري دعمونا بواحد لايك واحد كومونتير تحفيزي كتشوفوا لي اول مره ما تنسوش ديال الدراري كيشاركوا